بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة مع ضيفنا الكريم، الضيف الدائم للبرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، حياكم الله أجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا. على بركة الله نبدأ مشاهدنا الكريم، راح نكون مع حضرتك بإذن الله تعالى في استقبال مشاركات الأسئلة، الاتصالات، المداخلات من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بعد يعني 10 دقائق من الآن تقريبا. بإذن الله تعالى بإمكانكم أن تتصلون وتشاركونا في الموعد الجديد لبرنامجنا هذا الساعة 8 مساء من كل جمعة بإذن الله تعالى. سماحة السيد، قبل الدخول لأسئلة الناس ومداخلاتهم، هناك موضوع يعني حضرناه حتى نسأل حضرتك به في بداية البرنامج، موضوع بصراحة يؤثر ينخر بالمجتمعات، ألا وهو يعني حط النفس أمام أصحاب المناصب العليا أو حتى أصحاب المناصب الأقل. بصراحة بعض الناس يتملق، يمسح أكتاف، تجد يتصاغر بشكل كبير أمام أي مسؤول في أي دائرة من الدوائر أو أي وزارة من الوزارات. تعليقكم سيدنا على هذا الموضوع؟ أنا أرجو أن تعطوني وقت للإجابة على هذا السؤال، قد يستغرق أكثر من 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع المسؤول على قسمين، نعم، تارة مسؤول ظالم فاسق فاجر، وتارة مسؤول ليس فاسقا فاجرا ولكن مسؤول بمنصبه هو مستعلي وعلى حال مستكبر ولكن ليس فاسقا فاجرا ظالما، نعم، ولكن المنصب لعب في قلبه شيء وأخذ من شخصيته الكثير ويغتر بنفسه، وهذا قسم من المسؤولين. نعم. نحن بالنسبة إلى القسم الأول أن نتزلف إلى الظالم الفاجر الطاغية، فهناك كثير من الأدلة الشرعية تمنع هذا بشكل بات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، وهكذا. نعم. بل هناك روايات والله لو قرأتها في برنامج بشكل دقيق لقشعرت أبداننا من الهول حول المصيبة الكبيرة. نعم. بعض الروايات أنه من يمسك قلما ويعمل في أجهزة هذه الحكومات الظالمة، أقصد الظالمة الفاجرة الطاغية، نعم، فأن يأخذ قلما ويكون كاتبا أو موظفا أو مساعدا أو بوابا، كم له من العذاب ومن التوعد والتهديد الإلهي بالنسبة إليه، باعتباره معين لهم يعاونهم. يعني أكو رواية هالشكل في بالي، أنه أن ألقى من 70 شاهق، يعني من 70 طابق إن صح التعبير، أن ألقى وبلي وتتفرق أعضائي، خير لي أن أكتب كتابا واحدا للظالم. ممنوع، ممنوع ذهاب إلى الظلمة، طرق الباب الظلمة، فشيء ممنوع جدا. أدنى حالات خاصة الأئمة كانوا قد زرعوا بعض الأشخاص في أجهزة الظلمة لمصالح عليا، كعلي بن يفطين مثلا من وزراء هارون الرشيد، وهذا بحث طويل ليس في صدد بيانه. فإذا القسم الأول وهم الظلمة، نعم، والظلمة الفجر الفسقة لا يجوز التعامل معهم والتبخض إليهم وعلى حال التعاون معهم.
نأتي إلى القسم الثاني من المسؤولين الذين هم لا ليسوا فسق فجر كذا، لكن هو مغرور وتكبر، التمخضع إليه والتذلل إليه لسببه. السبب الأول يرجع إلى المراجع إن صح التعبير، المواطن نفسه. السبب الآخر يرجع إلى النظام. أنا أرجو أن تلتفتوا هذه القضية، أريد أحققها بطريقة على حال واضحة. نعم. السبب الأول نفس المراجع. المراجع يا أستاذ مرتضى، ماكو مراجع يكون عمله محكم ومرتب وبكل معايير القضية والقانون وياه، هو يتمخضع وهو يتذلل. لا، أنا عندي حق وهذا الحق قانون كافلة وأنت موظف لازم تأدي. فالذي يجعل المواطن أنه يخضع ويتذلل ويطلع فلوس يلقي جيبه أو كذا، هذا أكو مشكلة في عمله هو. يعني المواطن أكو خلل في معاملته اللي يمشيها. يعني إذا تسمح لي سيدنا، يعني لا يكون، بس عندي حكايهم بعدين، حتى فضل. هذا اللي بالك راح أحلها. تفضل سيدنا. إن أنت عندك شال آخر أنه قد يكون كل المعايير وكل المقومات كل على حال القواعد والقانون مع المراجع، بس الموظف يتعبه. هذا راح أقوله أنا. نعم سيدنا. فالمواطن في واقع الحال لماذا يسلك سبيل التذلل والتمسكن؟ ليش استاذ 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 تركض وراه؟ شنو ليش؟ هو خادم للمواطنين، هو موظف لأداء مسؤولية القانونية أمام الناس وواجبه. هذا شنو التمخضع؟ أكو إما مشكلتين، مشكلة أنه أنا شغلي مو عدل وأريد أمشي توقيع استثناء ما استثناء، وإما أنه النظام نظام تعبان. يعني السلطة والقانون ما يمشي. يعني أكو شيء اسمه خلل بالعمل القانوني النظام، يحس نفسه ضعيف المراجع. يعني الدولة هي مترهلة فاسدة، فلذلك تشوف هذا الموظف يقول أنا أتيه، لأن كل الموظفين واحد شنو؟ واحد يدافع عن الثاني ويخذلوني يأذوني. وهذا جصير جشوفون أنتو مقاطع تطلع واقعا يقشعر لها البدن. واحد يجي يكتشف عصابة كذا، بعدين يقولوا له إذا أنت ما تسكت ترى إحنا كذا، وبعدين هم يلقونه بالسجن ويطلعونه عن الوظيفة. هذا نظام تعبان، نظام فاسد. يعني الموظفون فاسدون، كبار فاسدون، صغار فاسدون، كذا كلهم مجتمعين على أنه يكسروا ظهر المواطن. نعم. فإما المواطن عنده مشكلة وإما النظام، وأكثر ما في الأمر هو النظام. النظام غير منتظم، النظام غير مستحكم، النظام متهري. ماكو واحد يوقف. أنا يأتوني ضباط مؤدبين ملتزمين، وسيد ما حد يحميك. فاسدين يصولون ويجولون، بس تتكلم يقول لك ترى ننقلك على الحدود، خلاص فأسكت. المشكلة هذه تقول ليش الشعب هالشكل؟ ليش الشعب يتمخضع؟ ليش الشعب يتذلل؟ نعم. لأنه لا يجد من يسنده. شوفوا احنا نتكلم على الدول الأوروبية وكذا، وخوش أوادم كفار ومدري إيش وفازين، ولكن أكو شيء اسمه عندهم نظام، قانون فوق الجميع. هالقانون فوق الجميع مو شعار على الصبة مكتوبة وعلى كذا، لا قانون فوق الجميع يعني يعملون به. أنا بأم عيني رأيت، تردون سألوا، أنا بعيني شفت. كنت في دولة من الدول الأوروبية، لا أتي باسمها لأنه على حال ماكو داعي. كنت أنا في دولة من دول أوروبية رايح في رحلة تبليغية،
وكنت عند الإشارة الحمراء، صدقوني أن سيارة بجنبي، سيارة واحدة بجنبي تخطت هذه الخطوط، يعني هذه الخطوط اللي يسموها للعبور، نعم، عبور المشاة، تخطت أعتقد متر هذه السيارة بجنبي. جاء البوليس وكتب لصاحب السيارة مخالفة غرامة وكذا. بعدين هذا الأخ قال لي تعرف هاي السيارة لمن؟ الله يعلم، الله يعلم. قال سيارة لمن؟ قال سيدة هذه سيارة الملك، أنا في دولة كانت الملكة، يعني هي مملكة ملك. سيدنا دائما تصريحات، يعني تلميحاتك تصريحات سيد، عفوا يعني حتى هذه الدول، لا شوفوا حتى هذه الدول اللي حضرتك ذكرت انه قوانينها وانظمتها لا تخترق، بالاوقات اللي يعني الاوقات الحساسه تشوفها سيدنا هي تجير القوانين لمصلحتها ضد القضايا الانسانيه المهمه وغيرها. انا شوفوا مره نتكلم عن حقوق الانسان ومصالح سياسيه وكذا، حقوق الانسان بعد هناك تسحق لانه مصالح سياسيه، وانا تكلمت عن غزه وعن فجائع غزه، انا لست يعني شوفوا انتم لما نتكلم عن موضوعه لا تصير تعميم، يعني حتى بالتعليقات تجي ها سيدتي تمدح أوروبا، بابا أمدح أوروبا في جانب جاء أتكلم عنه في الانتظام والالتزام بالقانون. نعم. عندهم القانون رب الأرباب، زين عندما القانون يكون رب الأرباب بعد ما حد يخاف ولا أتبخضع، أنت مسؤول تمشي شغلي، ما تمشي شغلي أكو محكمة إدارية أشتكي عليك وهذا. نعم. بس في بلدنا ماكو هذا الشيء. نعم. في بلدنا الشيء هو أولا محاباة والعلاقات والواسطات وعلى حال الارتباطات، هذه كلها حسب تعبيني ألفتاء، ألفتاء الأخيرة ارتباطات وعلاقات ومحاباة، هاي كلها هي الشغالة، بمعنى لا قانون في البين، ماكو قانون. لما تكون القضية بهالشكل هذا بعد لا ترجو على أن تكون ماذا، والله سيدنا ليش يتبخض على المواطن، شو يسوي المواطن؟ أنا لست، شوفوا الآن هم لست في الدفاع عن المواطن. نعم. المواطن جزء من الفساد. أنا قبل شوية سيدنا بديت أسأل حضرتك أنه نعم. الآن حضرتك حكيت عن جانب مهم جدا، واللي هو يعني أشياء الناس اللي المفروض يقضوها، مصالح الناس. أحيانا سيدنا زرعت الضعة عند بعض الناس بحيث هو بس يشوف مسؤول بالشارع أو مكان يروح يتخضع له بطريقة غريبة، وهو لما يقعد بقعداته الخاصة يتكلم عنهم أنه هم ناس غير منصفين وناس ظلم. هذه موجودة حسب تعبيرنا، هذه ديدن الإنسان الفاشل، يعني الإنسان غير الواعي، ديدن هذا الازدواجية، يعني قرآن بيتكلم عنهم يقول أنه إذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما نحن مستهزئون. نعم. زين إنا معكم، فإذا لقوا قالوا إنا معكم، فإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما نحن مستهزئون. هاي الازدواجية موجودة مولانا حتى مع أنبياء الله الزواجية، هذه ما يعني اللي يسموها نفاق، يسموها وجهين ذو وجهين ذو لسانين، موجودة هذه خصوصا عند الطبقة الغير الواعية وغير المثقفة. الآن حتى المثقفة يعني صارت. نعم صحيح. ليش المثقفة صارت؟ لأنه يريد يستعطي، لأنه ماكو قانون، هذا بيده قطعة الأرض، هذا بيده منحة، هذا بيده مقعد كذا، فلذلك هو وراء المصالح. عندما يكون القانون وعندما تكون النظم وعندما تكون المواطنة الصالحة، شوفوا ثلاث قضايا مهمة. نعم. جدا هذه إذا اجتمعت لا تكون محابات ولا تكون مجاملات ولا تكون واسطات، وكل ذلك سيذهب. ولكن كيف نصل إلى هذا المستوى؟ نحتاج إلى منظومة عامة، يعني الدولة وقوانينها ومسؤوليها والنظام الرقابي، هذا كله يحتاجه، اللي على حال ما أدري بلدنا يصل إلى هذا أو لا. العون بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات المهمة. إذن على بركة الله إخواني الكرام نبدأ باستقبال مشاركاتكم. أول المتصلين، أول المشتركين، الأخ أبو عباس، تفضلي أبو عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يبسيد رشيد بالعزم. تفضل سؤالك أبو عباس. السلام مولاي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مولاي على وش الجناب أقول شيء تقول بساني
نعم. إنه بعدين تعرف إن في حمص مش كارباش. النية تقصد يعني؟ لا أقول بلسان بلسان بعدين ما تعلمت النية. إيه تقول النية بلسانك يعني؟ اي والله. واضح، شكرا جزيلا على اتصالك. موضوع النية سيدنا هواية تجي اتصالات عليها بالصلاة بالصوم. النية معناها ايش؟ ما معنى النية؟ النية خطور في القلب. نعم، خطور في القلب، ان تخطر قضية اللي تريدها بقلبك وتقصدها بقلبك كافي. وين رايح استاذ مرتضى؟ للستوديو. رايح استوديو شكو اكو برنامج، هذه هي اللي دفعها. لما اروح للمغسله شكو للمغسله، فاذا اتوضا المن لصلاه الظهر، المن الصلاه لله، هذه اصلي لله او اتوضا للصلاه لله، هي هذه نيه تصحح العمل. الاخ ابو عباس يعني فاهم الموضوع بشكل معكوس سيد عباله، انه لانه كان يتلفظ بالنيه فباطل. لا لا لا، لا يشترط في النيه التلفظ، فاذا تلفظها على حال لا يضر، وإذا لم يتلفظها فتصح. نعم، أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ صادق، تفضل يا صادق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت السيد، حياكم الله عزيزي. سؤالك أخوي. أخوي أنا عندي سؤالين. تفضل. سؤال، بعض سواق سيارات الإجرة، نعم، مثلا هو اليوم بالناصرية، يوم بالبصرة، يوم بالبرة، يعني سيارة هو العملية، نعم، إذا نزل السائق خرج ويا سيارة ثانية، يعني راح مثلا واحد مثلا سيارة عبرية راح البغداد، شنو حكم شرعته؟ هو أصلا كثير سفر؟ إيه هو كثير سفر، هو بس بعمل مجال عمله كثير سفر. ما هو كثير سفر، خلص تسمع الإجابة إن شاء الله. كم سفر يعني؟ كم سفر؟ كم سفرة مثلا؟ كم سفرة بالشهر؟ يعني هو يعني يجوز أكثر حتى من 10. واضح، إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتي. ها تفضل سؤالك الثاني. نعم، بعض اللي هاي الصالونات النسائية، صالونات نسائية، نعم، مثلا من يسوون شعر للعروسة أو هاي، نعم، يأخذون صورة بدون أن يدوروا الوجه، حتى على مود ينشرونها إعلان أو شيء، وهاي الصورة تنشر على مواقع التواصل والعالم كذا شيء، وشنو حكمها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله تسمع الجواب أخويا. شكرا لك على الاتصال. شكرا. سيدنا بداية هو يقول إنسان كثير سفر لأنه هو يشتغل سائق، فهو إذا راح مسافر مو بعمل يعني، هذا همات ضمن. إذا كثير سفر يعني عنده سفرات عديدة بالشهر الواحد، يعني 10 سفرات فما زاد، فهو في واقع الحال سواء لعمله أو علاج أو زيارة أو تجارة أو أي شيء من هذا القبيل، فيصلي تمام، بعد ماكو فرق يعني. نعم. سمحت سيدي يقول الكثرة هي المعيار. نعم. مو أن السفر المن، وبعض العلماء قال إن كان السفر لعمله، لا السيد يقول مطلقا سواء لعمله أو لتجارة أو لعلاج أو لشيء آخر. واضح. سؤال الثاني كان سيدنا عن صالونات النسائية اللي تغوش وجه بعض النساء وتطلع تنشرها على الإنترنت. في نفسها ما في مشكلة يعني، الآن تريد تطلع فستان بدلة لعروس بس زين وجه تخفي بس يبين الفستان، ما في مشكلة إذا ما في نوع من الإغراء والتعري. أما إذا كان لا في نوع من الشعر سينوهج عن الشعر، لا إشكال في ذلك، ظهور شعر المرأة، وشوف شعر المرأة اللي ما تعرفه وما في مشكلة. لا عفوا، هي نفس المرأة اللي تروح وهم يأخذوا لها صورة والدور ينشروها بدون علمها، يمكن الوجه مستور غير معروفة يعني، غير هو معروفة. الموضوع ما بيه تجاوز أخلاقي سيد هذا. ها هذا بحث آخر. نعم. أنه هل هذا يجوز إلى صاحبة الصورة، هذا شيء آخر. أما قلت في نفسها القضية في نفسها لا إشكال فيها ما لم يكن تعري ونوع من الإباحي. أما إذا لا تسريحة شعر أو موديل بدلة أو فستان لا إشكال فيها. أنا بس أخشى أن تفهم الإجابة خطأ سيد. اليوم أنا أبو صالون مثلا مالي؟ أو فلانة أم صالون أخذت صورة شعر إحدى زبائنها ونشرتها على الإنترنت، فكرة إنه الشعر اللي المفروض يكون مستور هي تنشره على الإنترنت، هذه حلال أو حرام؟ ما في إشكال. نعم. لأنه يجب على المرأة أن تستر شعرها، أي مرأة؟ المرأة التي أمامك يعني. أما صورة شعر، صورة شعر ليس هو الشعر، الشعر لابد أنه، أما صورة الشعر إلا إذا كانت معلومة معروفة، إذا معروفة فيكون ماذا؟ فيكون تبرج لها المرأة المعلومة المعروفة. واضح سيدنا. طيب نأخذ اتصال من المتصل.
صالح تفضل يا صالح. باجي من واصل. حياك الله أخوي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليك سيدنا. عليكم السلام، حياك الله. سؤالك أخوي تفضل. سيدنا أنا سائق حوضية. نعم. أنا سائق حوضية مال الدولة. نعم. جاي أوزع ماي، أكو نقاط عندنا بالقرى والأرياف. نعم. أوزع لها مي. نعم. بيهم ينطلنا كرامية. احنا ما نطلب. انا بالنسبة لي على نفسي احاكي. نعم. انا ما اطلب. ولا اقل لهم. بيهم ينطلنا كرامية يعني 15 ينطلنا. مناطق ريفية بعيدة. فمن ارجع مضاف يزود عندي مي. فيتلقوني ناس يعني بيوت معارض. يزود عندي مي بالدنكر. اطبق عليهم انطيهم مي. ينطونا كرامية. لول اللي اوزع لهم يعني هم مو نقاط، خلا انطيك المعلومة سيدنا بدو. هذول مو نقاط، هذول بطريقة راجعة منها ارجع. فانطيهم مي. زين. لول شنو الحكم؟ واكو جماعة مثلا يجون يقولون نائب عندي تانك ابو 5000 لتر. هم انطيه مي. زين، سؤال اخويا، يعني هم من قاعد ينطوك الفلوس يعطوك اياها يسموها اكراميه، لو هم عبالهم لازم ينطوك فلوس يلا تنطيهم ماي. لا اكراميه يدرون بها اكراميه. اسكم داخل انا اسالك سؤال. لحظه، اكو سؤال من السيد، تفضل سيدنا. اقول لك عيني، انت ليش ما توزع الماي للنقاط اللي انت مستهدفها؟ ليش ما توزع تخلص الماي هناك؟ ليش؟ ليش ما تخلص المي؟ ليش ترجع وياك كمية؟ ليش؟ اكو مرات يخلص المي او بعد الدنكر يخلص على دول اللي نقاط مرسومة لي. واضح؟ ايه. واكو مرات يزود. يعني انت ما تقصد ان تخلي مي حتى بالطريقة تبيعها للمعارض، تبيعها للجماعات؟ لا والله لا يشهد. جي لا بس اذا اعرف النية طبعا. النية اذا اعرفها بس. واضح. بعد عندكم سؤال سيدي. واضح السؤال، ان شاء الله تسمع الجواب اخوي الكريم. شكرا لك على اتصالك، تفضل سيدنا. شوف، هذه ايضا من الامور اللي المجتمع هو يفسد العامل. هذا موظف يجيب لكم مي، شو تطوا فلوس؟ بس هو المجتمع لما يطي فلوس هذا العامل، خوش رجال طيب، بس شهر شهرين من الطو فلوس، شهر الخامس اذا ما طو يزعل يقوم يقصر. هي علموه على عطايا معينه، وهذا هو الغلط. انت ما لازم تقدم له فلوس، على شو تقدم؟ هو جاي ياخذ راتب وشغله، الرجال يقول ما جاء طالب. يقول سيدنا هذا اكرام. ادري الاكرام ويصير شنو؟ يصير تعلم، ويتعلم عليه، وبعدين صعب عليه انه يقارع نفسه ويقاوم نفسه. هذه ملاحظة اخلاقية. نعم. اما القضية الشرعية لا اشكال في ذلك، ينطون الناس على يحيطون. يطون شو اسوي؟ ما اقول جزاهم الله خير، بس ينطوني. جاي يفسدوني، بس شو اسوي انا؟ اما في الطريق من ترجع جاي تنطي هذا ايضا الماي لا على حال زايد حسب تعبيرنا، باكرهم لازم اجي ولازم كذا، فانا انطيها. اذا كان بنيه انه انت تخلي هذا الماي ما توزع على الناس حتى تبيع لاصحاب المعارض ما يجوز، لان هذا مال الناس، مو حتى تعطي لاصحاب المعارض والدكاكين. اما تقول لا سيدنا هو والله العظيم هو زايد زايد زايد، وين لو اكبه بالشارع افتح الكذا، وهذا اسراف، فهذول ياخذون ويعطون اكرامي ايضا. لا توحي لهم أن أبيع لكم، لأن هذا مو إلك، واليابها ما الدولة، وهذا مجاني. فإذا قال ما يخاف مجاني وحنا نعطيك، هذا أمر آخر. أما إذا أوحيت لهم بشكل أو بآخر أن هذا لازم تطوني حتى أنطيكم. نعم. في إشكال. أحسنتم سيدنا. أبو سجاد تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك حبيبي، الله يخليكم. كنا أتكلم يا سيد. تفضل عزيزي، سؤالك أخويا أبو سجاد. سيدنا ما لازم عليك، أنا أقدم مناشدة. نعم. من خلال برنامجكم ومن خلالك أنت. الله يسلمك. أنا جريح بالحج الشعبي. نعم. أول بداية الفتوى 29/6/2014. نعم. صار عندي شلل، وأنا هسه حاليا مقعد من تاريخ 29/6/2014 ولحد الآن. لا حول ولا قوة. ما عندي راتب تقاعد ولا عندي راتب. معاملتي هسه حاليا بالطبابة بغداد، قلت دكتور ظافر، وأنا أطلب مساعدتك سيدنا، أتك يعني تسوي لي مناشدة. دكتور ظافر
لهذا الإنسان الدائم يتكرر. زين سؤال أبو سجاد، أنت ليش لسه ما حاسبي لك راتب يعني؟ وأنت هذا ولا؟ إحنا أول بداية الفتوى أسبوعين بعد الفتوى. 2014 بعد ما كانت الهيئة بالشكل. أسبوعين. يقولون أنت قبل تشكيل الهيئة. واضح قبل تشكيل الهيئة. أنا هسه والله العظيم يا سيدي. أرسل لي. عفوا أبو سجاد اسمح لي. أبو سجاد شو اسمح لي؟ اسمح لي سيدنا بعد إنك أبو سجاد السيد عنده مداخلة ويا حضرتك. شوي طينا مجال، طينا مجال حبيبي. أنت معاني صار لك الآن أكثر من تقريبا 9 سنوات ومتعاني أدري، ولكن حبيبي انطينا رقم تليفونك، انطيني اسمك بالضبط، عسى ولعل إحنا نتابع من في قلبه رأفة ورحمة وفي قلبه إنصاف أن يقضي حاجته. ظلوا يانا على الخط، الأخوان خارج الهواء راح يأخذون من عندك رقم التليفون المعلومات، أو إذا انقطع الخط أرجع اتصلوا قل لهم أنا اللي اتصلت قبل قليل. شكرا للأخ أبو سجاد والله يكون بعونك يا أخوي. مشكلة سيدنا هذه من ضمن أسبوعين بعد الفتوى، الخلل والقانون يعني. فتوى 14/6 وهذا 29/6، أسبوعين مسكين الله، ويقول له الآن مقعد يعني مضروب في النخاع وراح. والآن والله أنت قبل تشكيل هذا، قبل تشكيل، فهذه هي هذا الفساد، هو هذا يعني اللي أقول عنه خلل بالأنظمة. يوم اللي ما عندي أنا لا أخلاق العمل، لا إنصاف، لا التزام بالقانون، هذا اللي يشوف هالمسكين الله بعد فترة يحصل لفد واحد بلكت هذا يأثر حجايته. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويجري الخير على أيدينا. اللهم آمين يا رب. نعم. أم زهراء أختي الكريمة تفضلي، فقدنا اتصال أخت أم زهراء، إن شاء الله تعاود الاتصال مرة ثانية. سيدنا هذا يعني اتصال الأخ الكريم أبو سجاد دليل واضح على اللي تفضلت به قبل قليل، أنه الأنظمة والقوانين بها الكثير من الإخفاقات، بها خلل كثير، بها أخطاء كثيرة، والدليل هذا اللي صار، هذا نموذج يعني طبيعي في واقع الحال لما تكون القضايا مترهلة وغير واضحة. وإلى الآن تدرون أكو مواد يعني مواد دستورية إلى الآن ما صايرة ضمن لوائح قانونية. نعم. هذه المواد لازم تصير تعليمات وقوانين إلى الآن، وهذا كله احنا نعتبره فشل وتراجع وعدم يعني جدية في إدارة الأمور. فنحن في واقع الحال نرجو الأخوان المعنيين يفكروا في الأمة أكثر، يفكروا في مصالح الأمة، وكلما صلحت علاقة المسؤول مع الأمة ففي واقع الحال هذا مؤشر كبير في نجاح الإنسان. أحسنتم سيدنا. أبو علي تفضل أخوي. أيوه تفضل عزيزي أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الحسيني مو؟ سيد رشيد الحسيني يسمعك، تفضل سؤالك شنو أبو علي؟ سيدنا بلا زحمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صوت التلفزيون نصي أو ابتعد عنه تماما، تفضل سؤالك. أنا من متابعين السيد ومأجور على أحاديثه وتوجيهاته، بس عندي فشغلة يعني. تفضل. عندي فشغلة للحكومة. بس وخر عن التلفزيون أخويا، ما قاعد نسمعك بوضوح، وخر عن التلفزيون. صح. إيه تفضل. الحكومة الشيعية اللي جتنا هسه حاليا. ايش بيها؟ البكت ان نرجع نستحي في وجه هاي الحكومه من خلال برنامجكم هذا. البكت ان يا منطقه انت، بيا منطقه ابو علي؟ حجره الدوبات كتلتنا. بيا منطقه انت؟ احنا بالحسينيه الكربله. الحسينيه. الاوطاق كتلتنا احنا حكومتنا شيعيه على شنو يعني؟ احنا نعلم من احنا وين نتوجه؟ هذا السيد والاول؟ يعني هذا البق والدوبات والحشرات الفاكهة وجابوها من إيران ومن غير إيران، المستوى المفضل على العراقي وغيرها من الأمور. شو دخل إيران؟ فنرجو من السيدي وجه هاي الحكومة المؤقتة هاي اللي هسه جاعدين هذا البلد المسكين. شكرا لك أبو علي، صار واضحة مناشدتك، تحياتي لك. يعني بس إحنا حتى نحافظ على السيد حجة عن الإخفاقات الحكومية، بس احنا حتى نحافظ على البرنامج برنامج اسئله دينيه لا يتحول الى برنامج خدمي، لانه القناه عندها برنامج خدمي وعندها مجموعه برامج خدميه
فبإمكانكم أن تتصلون. بس لا بأس، بما أنه السيد بالبداية يعني تحرك بالحديث عن الإخفاقات اللي قاعدة تصير الحكومية، فالناس سيدنا عدها بداخلها ألم بداخلها ضيم. بس أكو شوفوا أكو صحيح هذا البق يا ذيك، ولكن ماكو داعي الإنسان كل هالأمور هذه على أنه هذه من دول الجوار وكذا، ما نرابط عنده منطقة بها حسب تعبيرنا بها مياه آسنة وبها شو يسموه هذا بزل وكذا ويصير بق. نعم تعالي يا وزارة الصحة، تعالي يا جهة الحكومية، تعالي هذا شو يسموه أنتوا المكافحة للحشرات دخانية، كانت إحنا أيام بالسبعينات ثمانينات كانت سيارات دخانية تجي وتفتر، وهذا مكافحة تحتاج، ما يحتاج تعميمها إلى قضايا أخرى. والله أنتوا دولة شيعية ودولة كذا، إن شاء الله تعالى الله يهديهم ويجيبون هاي السيارات اللي تكافح الحشرات اللي أنت متأذي منها وكل المتأذين. أبو أحمد تفضل أخويا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك أبو أحمد. سيدنا مرات أدخل للصحيات وجيب الموبايل وأثناء وجود للصحيات يأذن بالموبايل، فهل أكو إشكالية في هذا الوضع؟ تمام. عندك سؤال ثاني؟ نعم. سؤالك الثاني. سؤال الثاني سيدنا، عندي قرايبي ما عندهم التزام ديني، يعني حارين شرف العشائر والنهاوي، ويعني وهذا يعني واحد حتى يعني وده جبرهم على الزواج، يعني نسوان ما يرغبون بيها. نعم. وقاعد نطيح بإشكالية من أجل رأي العالم الفلاني، رأي السيد الفلاني، وما يجوز هذا. يعني قاعد أطيح بإشكالية، وعلى طول أنا وياهم يعني مختلف. شو يصير من عندك؟ يعني صارت قطيعة بيني وبينهم بسبب أنه ما في التزام ديني. أخوانك هم أخوانك؟ فهالحالة هل اعتبرها أنا قاطع؟ ما سمعت من البداية قال أقارب سيدنا؟ يظهر أقاربك أخوانك؟ إيه أقاربي سيدنا أقاربي. تمام تسمع يعني الجواب يعني إن شاء الله. يعني بس بشغلة قال الشيخ الفلاني، قال الشيخ وقال حتى الشيخ، يعني لما تقول له رأي السيد السستاني ما يأخذ برأي السيد السستاني. تمام واضح صار سؤالك، تحياتي لك وشكرا على اتصالك. تسمع الجواب إن شاء الله على السؤالين. أم زهراء تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولضيفك الكريم المحترم. الله يحفظكم أختي تفضلي. مشاركتي أن السيد يوجه للمجتمع رسالة. نعم. أنه اليوم البنات اللي قاعدات بالبيت عفوا شريفة عفيفة محترمة ما جاي تقدمون على الزواج، يريدها إلا أن تكون موظفة أو إلا أن تكون مخلصة دراسة. نعم. زين كل اللي مخلصة دراسة هي مثقفة وواعية أو كل يعني كل ربة بيت هي ما فاهمة؟ هذا الحشد قدامك، حشدنا المقدس، أمهاتهم ما يقرأوا لك، إيش أنطوا للمجتمع؟ زين ما اليوم البنات جاي عانا خطيئة قاعدات في البيت، أنا دا أتألم عليهم ما يقدموا لهم، لو بيتك راتب، لو خلصة دراسة، لو أمور يحطوها يعني ما معقولة. واضح تسمعين إن شاء الله التعليق من سماحة سيد على كلامك أختي الكريمة أم زهراء، شكرا على اتصال حضرتك مع ألف سلامة. سيد عاصم تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أحوال عيوني؟ حياك الله أخويا، يسلم عيونك. تفضل سؤالك. الله يخليك. أغاتي أكو أجهزة تنباع بالسوق. نعم. أجهزة ستلايت. نعم. إحنا نحطها نجيبها نشغلها. انباع الطابة وغير الطابة يعني هذا اللي فاتحات. نعم. يجي واحد يقول لا هذا حرام. ليش؟ يقول لي انه هذا حصريا للشركة. هذولا داخلين على البرنامج مغيرين البرنامج. واضح. طابين على الاعدادات بايقين السيفيات. تمام. ويتحبون ولذلك هذا حرام. هذا السؤال صار واضح سيد عاصم، عندك سؤال ثاني؟ أحمد الله والديك شكرا لك على اتصالك. تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا. نرجع سيدنا لسؤال الأخ أبو أحمد اللي يقول إحنا مرات بالصحيات وفجأة صوت الأذان من الموبايل ينطلق، يقول فهذا هذا القضية بها إحراج؟ لا أشكال في ذلك. نعم. يعني صوت الأذان أو صوت المنبه وأنا في الصحيات ما في مشكلة، لا أشكال في ذلك ولا مؤاخذة عليه.
احيانا اكو استحباب لقراءه بعض السور في يعني الحمام. ذكر الله على كل حال مستحب. نعم. ذكر الله زين سيدنا، مرات بجيوبنا احنا فئه الألف دينار والخمسة وعشرين ألف دينار بها سوره التوحيد بالي. فهاي بجيوبنا واحنا ندخل لهذه الاماكن، لا اشكال في ذلك، يعني ما في مشكله على ان واحد يدخل في اماكن صحيه او انه أو اماكن اللي فيها نوع من التخلي ما تخلي عن النجاسات. نعم. وهذه الامور في جيبنا وكذا. المشكل وين؟ أن تكون هذه تنجس ويتقع عليها نجاسة، يقع عليها بول، يقع عليها دم، هذا فيها إشكال. نعم. أما كونها محمولة لا إشكال فيها. أبو أحمد نفسه يسأل سيدنا، عنده أقارب وحسب الظاهر من أرحامه، يعني يقول مشخص عندهم مجموعة مشاكل دينية، يقولوا أنا أخاف أقطع صلتي بيهم وخاف أنا قاطع صلة رحم، يقول ما يتقبلون النصيحة. طبيعي، يعني في واقع الحال حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعني أول ما يعني نزل عليه الوحي أنه أنذر عشيرتك الأقربين. نعم. وراح العشيرة ما قبلوا من عنده، وقفوا أمامه وأذوه، نفس قريش أذوه. فليس بالضرورة الإنسان يكون مؤثر في الآخرين، يعني أنت ما عليك إلا أن تذكر، إنما أنت منذر. والآية الأخرى تقول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت ما مسيطر عليهم، ناس يقول أقاطعهم شهواتهم وأهواهم. مقاطعة ماذا يعني؟ يعني شوفوا لما واحد يخالفني في الرأي، يخالفني في الرأي لازم أنا قاطعة؟ شوفوا هذا الإمام الصادق اللي قبل أيام إحنا احتفينا باستشهاد وفاته، هذا الإمام الصادق تدرون من طلابه، من طلابه من كان لا يعتقد بإمامته، يعني يقعد بالدرس يقول أستاذي أنت مو إمام، أنت مو إمام، أنت مجرد أستاذ، يقول حياك الله ويدرسه. أبو حنيفة، أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والمالك، ذولا أئمة المذاهب الأربعة للمسلمين، يعني أئمة المذاهب السنية، وهم تلامذة الإمام الصادق. نعم. يدرسهم، يدرسهم، يتعب عليهم، يعلمهم، مع أنهم مخالفين معه. فلا يعني من خالفني الرأي يلا خلاص مقاطعة، هذا ليس صحيحا. نعم أنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسنتم سيدنا. أبو علي تفضل أخويا. تفضل عزيزي أبو علي، تفضل عيوني، سؤالك شنو؟ ما صلى الظهر والعصر، زين ما صلى المغرب من المغرب عليه بدل الظهر والعصر بدل المغرب. تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا على بس سؤال ابو علي، انت وين ساكن؟ انت وين، وين اهلك، وين ساكن؟ محافظه واسط. محافظه واسط. ايه شكرا لك على اتصالك وتحياتي لحضرتك اخويا. ناخذ اتصال من صابر وشوي وراها نتوقف عن الاتصالات. صابر تفضل اخويا. صابر عزيزي، صابر تفضل، بس مشروط طرح السؤال بانه تنصي صوت التلفزيون تماما او تروح الغرفه ثانيه لانه ياثر على اتصالك. تفضل اخويا سؤالك. نعم نعم، يوم 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 اللي كان اكو امطار يعني غزيره، فاجا علبه شامبو مطوفه من الامطار. زين. فاستخدمها ابني، يعني استعملها، ما اعرف مصدرها شنو. زين تمام. واضح. تسمع الجواب ان شاء الله، شكرا لك على اتصالك اخوي الكريم. سيدنا خلصنا سؤال الأخ أبو أحمد، نروح إلى سؤال الأخت أم زهراء. هو مو سؤال، هي يعني طلب توجيه اجتماعي. وفي واقع الحال أنا يعني أثني على مناشدتها. شوفوا أخواني، تقول البنات اللي محجوبات المؤدبات القعدات بالبيت ما درسن، ما كملن دراسة، بس بنات ربات بيت محجبات منضبطات، لا أحد يذهب لخطبتهن، يريدون موظفات، يريدون دارسات. وهذا أنا أريد أعلق على كلام الأخت أم زهراء، أنه من سوء حظ الرجال، اسمعوا جيدا، قد شوي أكون قاسي، من سوء حظ الرجال أن يبحثوا عن زوجة لها راتب حتى يستفيد من راتبها، سوء حظ الرجل.
وشوف وقت الإحصائيات اللي يروح ورا هيتش نماذج والله لين عندها راتب وعندها تقاعد وعندها مدري إيش، هذولا شوفوا مشاكلهم والقضايا اللي حاصلة عندهم حتى تصل إلى حد الطلاق. فهل من الصحيح الإنسان يبحث عن زوجة حتى تصرف عليه؟ شنو هذا؟ وشيء ثاني، أن أبحث عن وحدة محجوبة وعفيفة، لو وحدة على أي حال، والبعض يقول سيدنا هذا التزين وهذا المكياج هو يخلي الشباب يروحون وراء هالنماذج، أما وحدة طريقتها أنه حتى حواجبها ما تنظفها إلا أنه تعقد أو إلا تخطب، هذه طريقتنا إحنا عوائلنا هالشكل. بناتنا ما يوم الأيام حفن وجوهن قبل أنه يعقدا، يعني يوم العقد يحفن حواجب، واقع هذا. وهذا في واقع الحال يدل على تربية ونجابة وعفة هتشي فتيات. فأنا الشاب اللي أبحث عن العفيفة الشريفة أترك وأروح وراء اللي تسوق بجسمها وتسوق بكذا. أنا لا أريد أن أقول كل الموظفات يسوقنا، ولكن أقول ليس من الصحيح أن الأخ أو الشاب يبحث عن فتاة تصرف عليه وتكون مصدر مالي بالنسبة له. عندنا روايات تمدح وتثني على المرأة صاحبة ماذا؟ صاحبة البيت، صاحبة البيت. أنا عندي برنامج على إحدى القنوات قلت في الواقع ربت بيت شرف. احنا نحتاج سيدنا نخلي واحدة من الحلقات مقدمتها نتكلم عن سيدات المنازل. ربت البيت شرف، والله ربت البيت شرف. والآن واحد تستحي أختي شنو شغلك؟ مهندسة. تفتخر يا بشين شغلك؟ طبيبة. انت شنو شغلك؟ تستحي ربت بيت. ليش؟ قولي أنا ربت بيت، ربت أجيال وربت أولاد وربت كذا، أولادي الآن وصلوا وأولادي على حال. كما قالت الأخت، قالت أمهاتنا شنو جدرسن حتى طلعن هالشباب اللي يبذلون نفوسهم في سبيل الوطن وفي سبيل المذهب. فنحن في الواقع لابد شوي نكون ناس واقعيين، لن نبحث عن الزرق والورق حسب تعبير بعض المصطلحات. أحسنتم سيدنا الكريم، وإن شاء الله في واحدة من الحلقات بإذن الله نتحدث عن هذا الموضوع ونعطي حقه إن شاء الله. الأخ سيد عاصم سيدنا يسأل عن أجهزة استقبال، نسميها إحنا ساتلايت، تباع بالأسواق، يقول نشوف من خلالها المباريات المشفرة. يقول البعض يقولون هذا حرام لأنه هذه حصرية لشركات مشترية حقوقها. تعليقكم؟ أنا في واقع الحال أشتري هذا الجهاز، ما أدري هذول شو مسوين كذا، ما أدري إنصافا، وأخلي القمر وأسحبه. أما أنه أنا أروح أعمل في كسر هذه، حسب تعبيرنا كسر هذه الشفرات وأتجاوز، عند بعض الأعلام في إشكال. إذا أنا أعمل، إذا هي زيدة مو يمها، أنا مشتري هذا الجهاز وأنا لا مكسر ولا متجاوز ولا هذا، مشتري جهاز هو يعرضني، هذا ليس إشكال فيه، إشكال في تلك الشركة التي حسب تعبيرنا شو يسمون أنتو تهكير، لا شو يسمون السكرتوري مالتهم ضعيف، يعني حماية ضعيفة مالتهم، ذلك لازم هم يعدلون وضعهم. مرات سيدنا هي هاي الشركات بيناتها يصير تبادل مالي وكذا. طيب أبو علي سيدنا يسأل عن شخص ما صلى الظهر والعصر وأذن عليه أذان المغرب، فيبدي بالمغرب لو يبدي بالظهر والعصر؟ أي واحد يبدأ بالمغرب يبدأ بالعشاء وبعدين يصلي الظهر والعصر، ما في مشكلة. المغرب والعشاء قصدك سيدنا؟ أي ما في مشكلة، المغرب والعشاء وبعدين يصلي الظهر والعصر قضاء. الظهر والعصر لما صار قضاء يمكن إنسان أن يؤديها متى ما أراد، قبل المغرب بعد المغرب بيوم الثاني ما في مشكلة، ولكن كل ما كان يعني يبادر في القضاء أفضل. صلاة المغرب وصلاة العشاء متى يصير القضاء سيدنا؟ في واقع الحال صلاة المغرب بمنتصف الليل. نعم. إذا صار منتصف الليل صلاة القضاء، صلاة المغرب صلاة قضاء. نعم. طبيعة الحال متى يكون منتصف الليل؟ بعض البرامج اللي على يعني على الشبكات التواصل يبينون ساعة كم منتصف الليل، ولكن أنا أبين شلون نحسب نص الليل. نعم.
نص الليل هالشكل تحسبه أخواني، متى تغيب الشمس؟ متى يأذن؟ متى يأذن الصبح؟ اليوم هالأيام خلينا نقول بالسبعة، بالسبعة جاي يأذن أذان المغرب. نعم. والصبح خلينا نقول إحنا مثلا بالأربعة، كل هيتشي بالأربعة يأذن أذان الصبح. الصبح. من السبعة للأربعة كم ساعة؟ من السبعة لـ12 خمسة، ومنك أربعة تسع ساعات، تسعة قسموا بالنص أربع ساعات ونص، من السبعة أربع ساعات ونص يعني الساعة 11 ونص نص الليل، 11 ونص صار واضح لو نعم سيدي. أكرر أصلا أكو تطبيقات سهلت هاي المهام سيدي، فأقول نص الليل يعني النصف الذي ما بين المغرب وصلاة الفجر أو طلوع الفجر. صلاة العشاء عند بعض الأعلام أنه أيضا تصبح قضاء بعد منتصف الليل لمن تعمد، أما اللي ما يدري يعني نسى يستمر وقت صلاة العشاء إلى ما بعد ذلك. أحسنتم سيدنا. الأخ صابر سيدنا يسأل عن شخص لقى شيء سلعة معينة بالشارع واستخدمها، هو شامبو أثناء الأمطار وسولف قصة يعني ما في مشكلة يعني هو استخدمها شيء مو إلى بالقاع لا أشكال في ذلك يعني شيء بدون يعني ما له قيمة يعني ما له قيمة شيء آخر هم شو يسوي يعني خليل إعلانات وحسب تعبير فيضانات وشامبو أنا استعملته إذا يقدر هذا بعد يستغني عنه أو يصدق به عن صاحبه جيد لأن هذا شيء على حال ليس فيه جنب التعريف أو لا له قيمة حتى يعرف لمدة سنة كاملة. سيدنا أنا هواي لحيت على واحدة من الإجابات خلال هاي الحلقة بس بما أنه بنهاية الحلقة إحنا حتى ما تفهم الإجابة بشكل خاطئ ممكن إجابة حضرتك على واحد من الأسئلة تفهم بعض الأخوات بشكل خاطئ فتقول أنا أصور روحي بأوضاع معينة مالي وأنشرها بالإنترنت بس أغوش وجهي مالي شكلها جسدها ملابسها تكون غير يعني محتشمة جدا محتشمة لا ما محتشمة بس مالي. هي تغوش وجهها وتطلع شعرها وإحنا قلنا إذا كان الفستان أنا أعرف سيدنا بس حتى ما يصير لبس عند الناس إذا فستان يا بهذا الفستان أنا ضطي موديله ما في مشكلة الفستان أو نفنوف أو كذا أما أنه قلت تبرج أو تعري أو شيء في الواقع فيه إباحة هنا أنا مشكل لأنه هذا على حال نوع من الإغراء بالإغراء الناس وإثارة الشهوة. سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف عميق الشكر والاحترام لحضرتك على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا سيدنا حياكم الله بارك الله بكم سلمكم الله الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات لنا لقاء إن شاء الله احفظوا هذا الموعد جيدا كل جمعة الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى شكرا في رعاية الله وحفظه.